أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال مسؤولون في حكومة بغداد إن المفاوضات مع شركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية تعثرت بسبب مخاوف الشركة من التوترات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة، وأوضحوا أنه بالإضافة إلى الحالة الأمنية التي تشهدها المنطقة فقد اختلف الطرفان على سبل استرداد تكاليف التطوير. هذا وكانت الشركة الأمريكية بصدد البدء بمشروع بقيمة 53 مليار دولار لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله الجنوبية، إلا أن الأوضاع الأمنية في المنطقة بحسب المسؤولين حالت دون تنفيذ المشروع. لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الفساد ومحاولات بعض السياسيين والجهات فرض عمولات لصالحها قلصت حظوظ نجاح المفاوضات. أعلن القائم بالأعمال الاقتصادي الإيراني في النجف عارف عباسي قرب ارتفاع إصدار تأشيرات الدخول لإيران إلى 5000 تأشيرة يومياً. قال عباسي أنه يتم في الوقت الحاضر إصدار 2500 تأشيرة دخول إلى إيران شهرياً من محافظة النجف، وسيتضاعف هذا العدد خلال الشهر المقبل إلى الضعف. أضاف عباسي أن العراقيين يرغبون بالمشاركة في مجال الاستثمارات في إيران، لذا فمن الضروري إتاحة الفرصة لأعداد أكبر من المستثمرين العراقيين للتعرف بفرص الاستثمار في إيران. يأتي ذلك في ظل حالة الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على إيران، وقد سبق للمسؤولين الأمريكيين أن حذروا حكومة بغداد من الالتفاف عليها، وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على مؤسسات وأشخاص وجهات عراقية. كشفت النائبة عن تحالف سائرون نورس القريطي عن هدر أكثر من 5 مليارات دينار في مديرية مرور محافظة بابل، فقالت إن المجموع الكلي للإيرادات المالية لمديرية مرور بابل من عام 2017 وحتى أيار 2019 بلغ 5 مليارات و529 مليون دينار. من المفترض أن تذهب إلى وزارة المالية، كما لم تستلم محافظة بابل ديناراً واحداً من هذه المليارات ولا يعرف مصيرها، ما يؤكد حالة الفساد التي ترزح فيها إدارة مرور بابل منذ سنوات على حد قولها. أطلق مصرف التنمية في العراق IDB الدولي تحذيراً لزبائنه، ونبه المصرف عملاءه من التعامل مع مجموعة غير معروفة حاولت مراسلة الزبائن وسرقة معلومات بطاقاتهم المصرفية الإلكترونية من خلال استخدام الشعار الخاص بالمصرف. تزايدت في الفترة الأخيرة في العراق ظاهرة العصابات المتخصصة بسرقة معاشات حاملي بطاقات كيكارد وغيرها من أدوات الصرف الإلكترونية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط أيضا. بهذا نصل إلى ختام الموجز الاقتصادي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.